من تونس معي الدكتور معز الشريف، رئيس جمعية دفاع عن حقوق الطفل والمختص بعلم نفس الأطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد معز. إذا ما تحدثنا بموضوع حقوق الطفل، يعني لخصت لنا زميلة ديما معاناة الأطفال هناك، ولكن ماذا نعرف عن الاتفاقات الموقعة مع اليونيسف ولحماية الأطفال من هذه النزاعات الحربية؟ هنالك اولا الاتفاقيه نتاع باريس منذ 2007 اللي تمكن من الدفاع والحمايه على الاطفال ضحايا النزاعات الحربيه، وكيفيه الضحايا نتاعهم برشا انواع، مثلا الاطفال الجنود اللي وقع التجنيد نتاعهم وانخراطهم في النزاعات الحربيه كما وقع مع الاطفال الدواعش مع سوء الحظ، وهنالك زاد الاطفال اللي هشمت المدارس نتاعهم وما عادش عندهم اللجوء ممكن للمستشفيات وللمعالجه ولا حتى للتطعيمات، وعندهم تاخير وتاثيرات نفسيه وصحيه كبيره. ثم ثالثا الاطفال اللي ينعصفوا فاقدي السند، اللي فقدوا واحد من الاولياء نتاعهم، الاطفال اللي اجبروا للجوء. طيب كجمعيات دفاع عن حقوق الانسان، نعم هذا فيما يتعلق بوضع الاطفال. تنخرط في اتفاقيه باريس لاعاده اطفال ضحايا النزاعات الحربيه. طيب اين هذه الاتفاقات؟ هل يتم متابعه بنودها او المطالبه بما خلصت اليه وبما تتضمن هكذا اتفاقيات بهكذا اوضاع؟ نعم، فمثلا ضمن هذه الاتفاقيه قامت اليونيسيف بتحرير اكثر من 180 الف طفل جندي كان مجند، ووقع تاهيلهم واعاده ادماجهم ضمن المجتمعات نتاعهم خاصه في المناطق نتاع افريقيا في جنوب الصحراء بعد كل الحروب الاهليه اللي كانت منتشره هنالك من سنه 2000 الى يومنا هذا. وقع تاهيل اكثر من 115,000 طفل في سنه 2015، وقع تحت رعايه اليونيسيف تاهيل واعاده ادماج اطفال كانوا مجندين ومشاركين في النزاعات الحربيه بعدد 8000. لكن باش ينجم البلد ينتفع بهذه الخدمات لازم يكون ينخرط في الاتفاقيه هذه، وكذلك تنص الاتفاقيه على عقوبه من كان هو متسبب في تاهيل الاطفال ودمجهم في النزاعات الحربيه. يعني هكذا جمعيات توثق حتى لو تحدثنا عن مطالبات ومحاسبات فيما بعد، دائما نقول يعني سيحاسب مرتكبو هذه الفظاعات مهما طال الزمن. نتحدث عن حوادث مشابهة فعلا، عن محاسبات مبدئيا ثم إرادة أممية لمتابعة هؤلاء، لأن إلى يومنا هذا في القانون الدولي لا يوجد عقاب يسلط على من يستقطب الأطفال، من يقوم بتأهيلهم ذهنيا، لكن الاستغلال نتاعهم في النزاعات الحربية هناك اتفاقيات دولية، ويجرم كل من يستغل الأطفال في النزاعات الحربية دون، ولكن من يستغله هو من يستقطبه. صحيح، لكن فما درجة الاستقطاب اللي هي تمس عدد كبير وكبير جدا من الأطفال، والاستغلال من أقلية، لكن الأطفال اللي وقع التأهيل نتاعهم دون الاستغلال يشكلون مشكل في المجتمع، لأنهم حاملين عنف، حاملين سلوكيات ممكن تكون محفوفة بالمخاطر للمجتمع اللي يتعايشوا فيه، ولذا يجب التأهيل نتاعهم قبل إعادة الإدماج نتاعهم. صحيح، لذا دائما المخاوف ليس فقط من معاناة الجيل الحالي، من جيل المستقبل. أنا أشكرك دكتور معز الشريف، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل والمختص بعلم نفس الأطفال.